خليني اقطع حضرتك في حاجه، انه هو جاب برضو نموذج الست اللي هي برضو تمتلك قرارها، اللي لم تمتلك قرارها، اللي هي الزوجه الاولى، اللي هي امينه، لا اللي هي الاولى اللي هي كانت ام ابنه ما الكبير، كانتش فاضله برضو، كانت فاضله. ما كانتش لو خدتي بالك انا كنت لا انا بدرس نفسي في النموذج هتلاقي بتاع جدتي، انا حتى القصيده قايله كده، انا جدتي ست كانت بتلبس ملابس اوروبيه، وكانت ست صحيح. جميله ومش عارفه كده، وحجت كذا مره، وحافظه القران، وتصلي كله بمواعيده، ولابسه الشيك اللي هو بتاعه حفلات ام كلثوم اللي كنا بنشوفها دي. فين النموذج ده؟ والنموذج ده كان منتشر بين النساء، صحيح. انا لم اره في ادب نجيب محفوظ الا نادر، خافتا وعلى استحياء. فكان ده كان اختصام، يعني انا عايز اشوف تيتا، يعني فاهمه ازاي؟ عايز اشوف النموذج المراه التي تمتلك قرارها، ها، وتعتنق الجمال حبا في الجمال، وليس خوفا من الرجل، وليس طاعة للرجل. ممكن اعرف امتى جالك او لفت انتباهك من قصة زمان، من بداية قراءتي، كنت يمكن في اعدادي وثانوي وبتاع، لما فعلا؟ بدأت أقرأ بقيت أقول فين ده؟ إيه ده؟ ليه كده كل الستات؟ يا أمينة بتاخد على دماغها، يا إما ست مش جميلة يعني زي زبيدة أو كذا وكذا. أنا عايزة النموذج الجميل، المرأة التي تمتلك قرارها وفي نفس الوقت ترفض الخطأ وترفض الزلل وتعتنق الجمال، ليس خوفا من الرجل ولكن حبا في الجمال، حبا في الله، حبا في الفضيلة، حبا في الجمال إلى آخره. خلينا نسمع القصيدة القصيدة. فطبعا هي فيها فانسي وفيها هجوم على وأكرهك ومش أكرهك، بس نجيب محفوظ كان ساعتها طبعا بلايند يعني تقريبا ما كانش بيشوف، أما أروها له وبتاع قعد ابتسم، والقصيده جميله وكان تشجيع كبير جدا ليا. دي من ديوان قديم ليا اسمه فوق كف امراه. القصيده اسمها الطريق، والطريق طبعا عنوان احد يعني احدى روايات نجيب محفوظ نجيب الجميله محفوظ. جدا. لن اصفح برغم اصابعك التي تجمدت على قبضه القلم عند سفح المقطم، لان تعثري في سنوات التسع بين مقاعد مقهى مقصوص من العاصمه، وبين أميالك التسعة من النهر إلى البحر، أفلت التاج من الوجوديين، لأن التاج اللي هو نوبل، لأن سارتر رفض ياخد نوبل الوقت 64، أفلت التاج من الوجوديين ليستقر في يد صبيتين تحملان لقب العائلة، بنتين فاطمة وأم كلثوم. تعلمت أن أكرهك برغم سيد الرحيمي حسنتك الوحيدة التي زملتني بدثار الولد الباحث عن هوية، وبرغم أبي سيد حسن ناعوت الذي أطلقت إثاره في منتصف المسافة ليمسح جدائلي برهة فيما يحكي عن أنثى العقرب وصندوق الحذاء المسحور، ثم يمضي قبل أن يكتب تعويذتي وقبل أن يسمع نقرتي الوحيدة. الكلاب كثيرون لكنك لا تراهم لأنك ابتلعت نصف التاريخ، فتكورت أمينة على سلم البناية الخشبي، ماتت وتوزعت هزائمها علينا وأعضاؤها على أهل الهوى والشطار. لا شيء يغريني اليوم أن أدخر قروشيا من أجل رحلة نهاية الأسبوع إلى سور الأزبكية، لا شيء شريفا فوق الأرفف سوى الغبار. ابحث عن خدعة أخرى، لأن الجلالة مشارفة النهايات وانفصال الشبكية وحتى عصا الأبانوس الحزينة لن تجعلني أحبك على الأقل الآن. لا شيء ينجيك من غضبتي سوى تحريرهن من ثنائية الويل، أو سأكمن في عزلتي حتى أصادف قيثارتها جدتي الجميلة التي وأدتها بين سطورك. بما ان انت شخصيه متمرده اوكي يعني عايزه اعرف برضو، يعني طبعا اولا اهنيكي بجد بقصيده جميله جدا، صغيره لكن فيها زي ما بقول لك تمرد، حلوه جدا. شكرا. عايزه اعرف اكتر الروايات، كلهم حلوين وكلهم جمال، بس اكتر الروايات اللي بجد اثرت بقى في كتاباتك بعد كده بعيدا عن القصيده أثرت دي في حياتي واثرت في حياتك. الشحاذ، غير الطريق، طريق جميلة جدا وفيها فكرة البحث فعلا عن الهوية والبحث عن نفسك، البحث عن الذات. الشحاذ أيضا فيها، الشحاذ بتاعت نجيب محفوظ مش عبد المنعم الشحاذ. أكيد. الشحاذ جميلة ليه؟ الشحاذ بطلها عمر الحمزاوي، راجل محامي متحقق ثري
وناجح في عمله وعنده أسرة وزوجة جميلة وبنت جميلة وكل حاجة في حياته منضبطة جدا، ها ما عندوش مشكلة، وفجأة يشعر باليأس والسعادة بتهرب منه، يشعر بعدم الرضا عن كل شيء، يشعر بالنفور من كل شيء، فيبدأ يبحث عن السعادة فين؟ في الملذات اللي بين قوسين التقليدية، النساء والخمار، الخمر والسفر متعارف عليه ولا يجدها، لا يجد السعادة أبدا، لأنه في الحقيقة كانت رحلة البحث عن الذات. يفضل يدور يدور حتى يبحث عن الله، فكأن الله يقول له إن كنت تريدني لماذا هجرتني؟ وفي الآخر في الفانتازيا بقى والغرق في الحلم وكذا وكذا ينعزل عن الناس، فيقول أصحابه يقول لهم ابعدوا أنتم تحجبون النجوم عني. انت هتخليني ارجع اقراها تاني ده على فكرة بيفكرنا بديوجين، بجد. ديوجين الإغريقي الأعمى اللي كان بيقعد في صندوق القمامة وهو أعمى، فجاله الإسكندر الأكبر نفسه قال له عايز أي حاجة أعملها لك، قال له ابعد وهو أعمى، أنت تحجب الشمس عني. ف انت هتخليني ارجع للقصة دي على فكرة أرجوك مرة تانية، أرجوك يا رب. وعايزة اقولك على حاجة، انت عارفة ان الوقت جري بسرعة جدا خسارة، كان نفسي بجد أقرأ والله، قصيدة فعلا حجازي، فعلا بس أنا أدعو الناس إنها تقرأ قصيدة الخامسة مساء للشاعر الكبير انا أحمد عمارة اتمنى الحجازي. واخد وعد ان انت تكوني معانا موجوده إن مره شاء تانية عشان الله نتكلم اكتر عن حاجات كتير جدا برضو معاكي، لانه بجد يسعدني. شخصيه مثيره جدا ميرسي للجدل. ميرسي يا اشكرك أستاذة جدا على سارة، شكرا وجودك معانا جزيلا، ميرسي. النهارده استاذه فاطمه، أهلا ميرسي بيك، جدا. أهلا بيك، ميرسي خالص، شكرا. مشاهدينا، بمئويه الكاتب البديع والمبدع نجيب محفوظ، بنختم حلقتنا النهارده من نهارك سعيد. طبعا كان معانا الكاتبه الاستاذه فاطمه نعوت، نورتنا النهارده واتكلمنا كلام يمكن ما كانش كتير قوي، لكن إن شاء الله تنورنا مرة تانية. أشكركم وأشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم.